اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. دينا هارون، قصة حياة حسناء الدراما السورية التي رحلت فجأة. دينا هارون فنانة وممثلة سورية تعد من أميرات الدراما السورية وأحدى جميلاتها، تتميز برقتها، لذلك كان المخرجون يفضلون اختيارها لتلعب الأدوار الرومانسية والحساسة. ولدت في اللاذقية في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1973 لعائلة فنية، فشقيقتها الكبرى تولاي هارون إحدى نجمات الدراما السورية. أحبت التمثيل من الصغر واقتدت بأختها وأرادت أن تدخل عالم التمثيل مثلها، واستطاعت أن تدخل هذا العالم الواسع من بوابة مسلسل مرايا الذي يقدمه الفنان الرائع ياسر العظمة، وكان ذلك في العام 2000 لتبدأ بعد ذلك رحلتها في عالم الفن. تميزت دينا هارون بأدائها لأدوار الفتاة المدللة كثيرا، وكانت ملامح وجهها البريئة التي تعطيها عمرا صغيرا تجعل المخرجين يقدمون على اختيارها لمثل هذه الأدوار التي اشتهرت بها. اعتبرت هذه النجمة من الفنانات الحساسات والرقيقات للغاية، وتمتعت بجمال كبير وملامح بريئة، كما إنها حظيت بمحبة زملائها في عالم الدراما، وذلك بسبب روحها المرحة وحبها لنشر السعادة ورسم الابتسامة على الشفاه. تميزت نجمتنا بأدائها للأدوار الكوميدية بالإضافة إلى الأدوار البريئة، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار الرائعة. يعد دورها في مسلسل أشواك ناعمة من أهم الأدوار التي لعبتها خلال مسيرتها، ولقد نال هذا المسلسل الذي كان من إخراج رشا شربتجي شهرة كبيرة في العالم العربي. كما لعبت دورا مميزا في مسلسل أيام الدراسة، وهو دور المدرسة المحبوبة من قبل طلابها. تزوجت دينا هارون من خلدون وليد وأنجبت منه ابنها الوحيد كرم، ومع بداية العام 2016 أعلنت انفصالها عنه. عاشت هذه النجمة في سوريا على الرغم من الحرب الدائرة فيها، وفي سنوات الحرب قل ظهورها على الشاشة فلم تعد تظهر بأعمال عديدة، لكنها مع ذلك كانت تحافظ على شعبيتها داخل الوسط الفني وخارجه، وبقيت تعد من نجمات الصف الأول للدراما السورية، وحسناء من حسناواته. بتاريخ 8 من الشهر العاشر من عام 2018 توفيت دينا هارون في موطنها، وذلك بسبب إصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها، مع العلم بأنها كانت قد خضعت لجراحة تجميلية قبل ذلك بفترة وجيزة. أبرز أعمالها مرايا في عدة أجزاء، أحلامنا المؤجلة، زمان الصمت، أنا وعمتي أمينة، صراع الأشاوس، عشنا وشفنا، أحلى المرايا، وغيرها الكثير. كانت هذه نبذة عن حياة الفنانة المتألقة الراحلة دينا هارون، قدمناها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذه النجمة، وما هي انطباعاتكم حول رحيلها. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.